لك عليها غدا أمام الله سبحانه وتعالى، لأنه أنا منحتك ثقتي، عليك أن تكون أهلا بهذا الثقة، وأن الحزب يتحرى هذا المشكل، نتحرى هذا المشكل بأن تكون، لأننا نؤمن، لأن الشعب المغربي مؤمن بالفطرة، مؤمن بالفطرة، مؤمن بأن الله زيادة بما قللنا لها الناس، تجنب الأشياء أننا لا نكون الأمان اليوم. خير خلف لخير سالف، هذا هو المهم عندنا، وهذا هو تضامن للحزب الاستقلال، انه حزب الاستقلال ديال الجميع. اذا ينبغي نقول لكم ماشي فقط باش يطلع ويجلس على الكرسي، وكما تيقولوا الخصوم ديالنا انه تيجيو للغرفه وتيكون الرئيس ديال الغرفه في قلب الغرفه وما تيستقبلش الناس ابدا. وهذو الناس مجموعه ديال الجمعيات اللي درنا معاهم لقاءات تواصليات، ودرنا معاهم نهار الاربعاء كل يوم الاربعاء لقاء تواصلي، وكلهم الحمد لله تيجيو الجمعيه تيجيو بشيء واسع، على انه صناع تقليديين خاصهم ولادهم يقراو، خاصهم يمشيو للطبيب، خاص ولادهم يسكنوا في واحد المساكن في المستوى، خاص المحلات فين كيشتغلوا هاد الناس يكونوا في المحلات في المستوى. ومن هذا المنظور هذا رفع عينا اننا نشوفوا داخل الغرفه تدخل المدينه، المدينه العاصمه كتكون الان 60 مليار، المدينه العاصمه كتكون الان 60 مليار، خلقوا مجموعه من الحياه كبيره فيها، وتنشكروا من الموقع هذا الان السيد الوزير المحترم علي الدويري 2006 اللي كان هو الصفار باش انه يخرجوا مع هذه المشاريع اللي كانوا يديروها. السعادة الدويري لعب دور اساسي، رؤية بن شرقيان كانت تقسم 240 ملليمتر، حسنا 80 ملليمتر. قلنا ما يمكنش نهائيا انه صناعة تقليدية ترحلهم ويشيروا الارض 250 درهم. والمحليه اللي تدعم الصناعه التقليديه، وغادي نكونوا ضد كل ما
الخطا على الصناعه التقليديين وعلى الصناعه التقليديه. شكرا الشاب. ملي كنقولوا الصناعه التقليديين كنقولوا حزب التقليد. اليوم كان لقاء تواصلي ديال السيد رئيس السيد بورخا السيد نجيب الفخاري مع الصناعه التقليديين المناضلين لتوضيح الامور. وكانت واحد النقطه اللي تناقشوا عليها هي الموضوع ديال الفندق العين المخبي اللي رفضت الحكومه تسميع المحضر باش تسلموا الصناعه التقليديه. وكان واحد اللقاء تواصلي فيه كانت الموضوع ديال على اننا ما نخافوش من الدكاكين اللي غادي تحل هذه الحمله الانتخابيه. من الدكاكين تحلت وغتشد كما قال عمده فاس امين عبد الاستقلال ما عندهم ما يعطيو. لهذا ما نخافوش منهم والمسيره متواصله وانتصار غادي يكون ان شاء الله الى حزب الاستقلال. وشكرا.